بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله فيديو سريع كده عن شركة ان درايفر. في مشكلة كده بيقابلها الكباتن، انا كنت بصراحة غفلان عنها، بس اللي نبهني ليها كابتن ربنا يكرمه بعت لي رسالة على اليوتيوب على فيديو كده اللي هو كنت عامله عن اوبر، موضوع ان انت ازاي ما تخليش العميل يبوظ لك التقييم. فالموضوع ده انا قلت اجربه في ان درايفر، وفي الحمد لله يعني موضوع بقى كويس جدا معايا. اللي هو مثلا انت ركب معاك عميل، اقول لكم على حاجه، تعالى نشوف الرساله. كابتن محمد، انا كل يوم يركب معايا عميل مريض نفسي من ضمن العملاء ويعمل شكوى ونزل تقييمي جامد على ابلكيشن ان درايفر، ومش عارف فكرتك تتطبق على البرنامج ده ولا لا. يعني فكرتي انا، هو شاف الفيديو بتاع ابلكيشن اوبر ان انت ازاي ما تخليش العميل ينزل لك التقييم. فدلوقتي هنشوف يعني الرسالة. هو بيقول ارجو الافادة لان الشركة بتهددني تقفل الحساب. فهو دلوقتي بعتوا له انذار من شركة ان درايفر ان تقييمه بينزل، ولما التقييم بتاعك بينزل في اي شركة، مش في شركة ان درايفر بس، الشركة بتبعت لك انذار ان انت كده تقييمك نزل جامد. فاحنا عاوزين نشوف النهاردة تطبيق عملي للفكرة دي. انا عملت فكرة بسيطة كده وهوريها للكباتن بحيث ان هو يخلي باله من العملاء اللي هم انت يعني بيجي عندك عملاء انت عارفهم، بتبقى انت شادد معاه، هو شادد معاك، معاه ركاب زيادة، عمل معاك حاجة مش كويسة، قرفان منك، انت قرفان منه، في مشكلة، بيبقى في حاجة انت بتحس بيها، بتعرف ان العميل ده هينزل من معاك هيعمل فيك شكوى وش كده. فانت ازاي تخليه ما يعملش فيك شكوى وانت اللي تعمل فيه شكوى؟ ده برضك هطبقها لكم النهارده في ابلكيشن ان درايفر. هو احنا وصلنا للحل ده في اوبر وفي ان درايفر. النهارده يلا نشوف عن طريق ابلكيشن ان درايفر. احنا كده انا كده جاتني رحله في ان درايفر ودلوقتي وصلت العميل، يعني انا وصلت للنقطه، كان رايح كايرو فيستيفال، وصلت للنقطه. فبعمل ايه؟ بدوس الغاء. يعني انا دلوقتي ما بنهيش الرحله على طول، انا بدوس في علامه الغاء فوق. بصوا عندنا في الابلكيشن الغاء، تدوس على كلمة الغاء دي وتروح عامل ايه بقى؟ يعني انت ما تنهيش الرحلة في ان درايفر، ما تنهيش الرحلة، تعمل ايه بعد ما تخلص الرحلة خالص وشايف ان العميل هيأذيك او هيعمل لك شكوى او كده؟ فانت تريح دماغك وما تخلوش يقيمك خالص ولا يعمل لك اي مشكلة. بصوا يا باشا، هتدوس على كلمة الغاء دي هيجيب لك ايه؟ المسافر لم يظهر او شكوى بشأن العميل. بتروح دايس على كلمة شكوى بشأن العميل، تمام؟ بص بيجيب لك ايه بقى؟ بيجيب لك الايقونة دي، معلومات اضافية. يعني انت بتدوس بتكتب الشكوى بتاعتك، مثلا العميل كلمك بطريقة مش كويسة، العميل شتمك، العميل عمل معك حاجة مش كويسة، العميل ما كانش راضي عن الرحلة او كده، يعني ايا كان. شوف انت العميل كان معاه ركاب زيادة وقرفوك في العربية، العميل كان معاه كلب، كان معاه حيوانات، كان معاه اي حاجة. فانت تعمل الشكوى يا باشا زي الباشا كده، وهتلاقي ان شاء الله تقييمك منزلش. انت كده قطعت عليه ان هو يأذيك او يعمل لك شكوى، عشان في عملاء بالذات في ان درايفر بيكتب لك كومنت مش كويس كده، العملاء اللي يجي يركبوا معاك بعد كده بيشوفوا التقييم ده. فده حل، يعتبر ايه، حل كويس جدا للناس اللي هي بتقابل الموضوع ده كتير، زي الكابتن اللي كان باعت لي بيقول لي كل يوم يحصل معاه نفس القصه، شكله ما بيشتغلش الا ان درايفر، والقصه دي بتحصل معاه كتير. انا الحمد لله من ساعه ما بقيت اعمل الكلام ده الحمد لله تقييمي 4.9 ما نزلش خالص، عشان يعني الواحد من كتر شغله بيحس بالعملاء دول، يعني ايه، انت بتتوقعه ان هو هينزل هيأذيك. طب حد يجي يقول لي دلوقتي، انا دلوقتي رحت للعميل ووصلت عنده ولسه ما عملتش لقد وصلت، ما دوستش لقد وصلت، ولقيت في مشكله في الرحله، او مثلا العميل معاه ناس كتير او معاه حيوانات او معاه اي مشكله، ايه المفروض ان انا اعمله؟ بدوس على الابلكيشن زي كده كلمه الغاء اللي فوق، بيجي لي ثلاث حاجات، اللي هو انا برفض تنفيذ الرحله، ودي حاجه، وبرضك يعني بنصح الناس ما تستخدمش القصه دي كتير بتاعت الغاء الرحله لو انت لسه ما عملتش وصول. يعني دلوقتي الغاء الرحله دي غلط تعملها كتير، يعني ممكن انا بعملها مره كل يوم، مره كل يومين. فعندك ثلاث حاجات، اللي هو ان انت بترفض تنفيذ الرحله، او طلب زائف، او مثلا شكوى بشان العميل. يعني مثلا ايه، النهارده عملت واحده منهم، بكره اعمل واحده تانية، بعد بكره اعمل واحده كمان، يعني ايه، ما يبقاش كتير. طب افرض دلوقتي انت اتدبست ورحت للعميل ودست وصول، دست لقد وصلت، اعمل ايه؟ بتروح عامل برضك يعني ايه، تستنى 5 دقايق، بيبقى عندك فيه 5 دقايق. طب دلوقتي العميل جه يركب ولقيت مثلا الرحله بتاعته رايحه في حته، او مثلا العميل ركب جنبك والعميل قلت له طب انت رايح الحته الفلانيه، هو محدد شارع عمومي، يعني كذا كابتن كلموني في القصه دي، العميل محدد مثلا شارع عمومي مثلا في وسط البلد، في اي حته، شارع عمومي. فدلوقتي
الشارع العمومي ده طلع ان هو رايح حته جنبه، رايح حواري، رايح حته مش كويسه. يعني في عملاء يقول لك انا حطيت اقرب حته، طب ماشي انا مش هخش جوه. فانت مثلا اول ما يركب معاك العميل بتقول له حضرتك اللوكيشن مظبوط في الحته الفلانيه في الشارع الفلاني، بيقول لك اه، بتتكل على الله وتمشي. قال لك مثلا لا ده احنا جوه، ده احنا، طب قول له طب فين، عشان انا ما بخشش حتت مكسره ولا اخش حواري وكده، عشان في حد قال لي ان هو كان قبل كده محدد مديريه امن القاهره جه يروح عندها قال له لا ده انا داخل جوه، بيقول دخلني في حتت التكاتك ما ينفعش تخش منها، شوارع ضيقه وحاجه زباله. فقلت له انت غلطان ان انت دخلت معاه، المفروض انت كنت نبهت عليه قبل ما يركب معاك. طب انا دلوقتي رحت زي ما بقول لكم وعملت لقد وصلت والعميل مش رايح في المكان ده، بتعمل حاجه بسيطه جدا، بيطلب منك تيجي تلغي، يطلب منك ان انت لازم تستنى 5 دقائق. طب انت مش عارف تستنى 5 دقائق، بتعمل ايه بقى؟ في تكايه صغيره ممكن تعملها، بتعمل ايه؟ بتنزل كده الابلكيشن، في عندك خدمه الموقع على التليفون، تنزل الحته اللي فوق دي، في عندك كلمه الموقع، بتروح ايه؟ موقف الموقع، تروح دايس فاصل خدمه الموقع وتقول للعميل معلش مش هينفع ادي الرحله دي عشان انت رايح حته مثلا كويسه، معاك حيوانات، معاك ناس زياده، عدد كبير من الركاب، اي حاجه بقى، كلنا عارفين شغلنا تمام. فبوقف علامه الجي بي اس دي واتحرك بالعربيه شويه، واول ما يعدوا ببقى ظابط على التسجيل مثلا او على ساعه العربيه ان مثلا من الساعه من الدقيقه كذا للدقيقه كذا، اول ما يعدوا 5 دقائق اروح داخل عامل لم المسافر لما يظهر، بروح دايس بعد ما دوس الغاء المسافر لما يظهر، خلص الكلام على كده، وتجي لك رحله تانية ويبعتوا لك اعتذار كمان. فالموضوع بسيط وسهل، ويعني ايه احنا لو فكرنا في القصه دي وعالجنا كل ابلكيشن وليه حاجات وليه تكات وليه ثغرات، فانت لو اتعاملت مع الكلام ده ان انت بقيت فاهم كل حاجه في الابلكيشن هتستريح ومفيش اي مشكله هتقف قصادك والدنيا تمشي معاك زي الفل. اهم حاجه بقى لو عجبكم الفيديو اخبطوا اللايك التمام واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وما تنسوش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.